ومن موجز الأخبار ننتقل إلى أبرز الصحف والمواقع الإلكترونية التي صدرت في تاريخ اليوم، والبداية مع صحيفة نداء الوطن التي عنونت مزارع شبع على كوع مفاوضات هوكشتاين في لبنان. القرار 1701 هو المدخل، لكن إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل 7 أكتوبر صارت صعبة جدا. من هنا يعمل الأمريكيون على توسيع نطاق التسوية لتشمل المسائل العالقة بين الطرفين، والأرجح أن مزارع شبع من أعقد تلك المسائل. ولكن المتابعين يؤكدون أن لبنان الرسمي سيضع أمام هوكشتاين كل الدراسات والوثائق التي تؤكد لبنانية المزارع من دون الحاجة للعودة إلى إثباتات من الحكومة السورية. ويشيرون إلى أن دعوة رئيس الحكومة ميقاتي بالعودة إلى اتفاق الهدنة الموقع عام 1949 إشارة موثقة في هذا السياق، ذلك لأن معظم تلك المزارع كانت في تلك المرحلة لبنانية قبل أن تحتلها إسرائيل في العام 1967، كما أن كل القرارات الدولية التي تخص لبنان أتت على ذكر اتفاق الهدنة، وهذا ما سيبلغه ميقاتي إلى هوكشتاين لتأكيد لبنانية تلك المنطقة، ما يعني إدراج بند الانسحاب الإسرائيلي منها على طاولة البحث. ولكن بالنتيجة لا بلورة سريعة لأي تفاهم ممكن التوصل إليه، والأرجح أنه مسار طويل ومعقد يحتاج إلى وقت لتحقيقه، وأول شروطه وقف الحرب في غزة، كما أن تطبيق القرار 1701 يستدعي نشر 14,000 عسكري لبناني في الجنوب، وبالتالي الحاجة إلى 10,000 عسكري إضافي. ومن هنا الكلام على الحاجة إلى تطويع هذا العدد، وهذا الطرح يفتح الباب أمام مطالبات لبنان بتعزيز قدراته المالية لكي يتمكن الجيش من القيام بهذه المهمة. والآن ننتقل إلى موقع أساس ميديا. أمن الحزب، ما هو الخرق الذي سهل مقتل العروري؟ اغتيالات طرحت العديد من علامات الاستفهام حول الجهوزية الأمنية عند الحزب وحركة حماس في مواجهة عسكرية صعبة مع العدو الإسرائيلي، وما مدى صحة ما يتداول عن خروقات أمنية لإسرائيل داخل الحزب والبيئة التي تحيطه. تشير المصادر لأساس إلى أن مركز حماس الذي تم استهدافه كان مهجورا خلال الأشهر الأربعة الماضية نتيجة شبهة أمنية، وكان قادة حماس قد أخلوه طوال تلك الفترة إلى أن ترددوا فجأة إليه يوم الاغتيال. فكيف عرف الإسرائيلي بعودتهم إلى المقر؟ يقول مصدر أمني لأساس أنه عادة الهدف عندما يخرق أمنيا ليس بالضرورة أن يبقى بعيدا عن الرصد الأمني، فحتى لو أن الشخص المعني بالاستهداف ما عاد يتردد إلى هذه النقطة، لكن هذا لا يعني أن الإسرائيلي سيترك رصد هذه النقطة وينتقل إلى أخرى، لكن يبقيها في عين الرصد هي وغيرها. هنا قد يكون الخطأ الذي ارتكبته جماعة حماس، أي أنه مفترض أن هذا المكان أصبح آمنا بعدما أخلوه لأشهر. يربط المصدر دقة الاغتيال بالتطور التقني لدى العدو الإسرائيلي، ففي الضاحية حركة مسيرات وطائرات استطلاع بشكل دائم ودوري، ويمكن أن يكون الرصد تم عبر هذه المسيرات كما يمكن أن يكون تم عبر الإنترنت. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الحزب طالب السكان جنوبا بإيقاف الإنترنت عن كاميرات المراقبة في الشوارع، لأنه يمكن اختراقها من قبل الإسرائيلي وأخذ صور تفصيلية للمكان والناس. لكن هذا التعميم لم يسري في الضاحية التي تضم العديد من المؤسسات، ومنها ما هو قريب لموقع الاغتيال مثل حلويات شرق وأحدى الصيدليات المختبرات التي جميعها لديها كاميرات مراقبة. والآن نبقى في موقع أساس ميديا. كتب الصحفي محي الدين شحيمي مستشار رئاسي فرنسي لأساس: لا جوائز طردية للموانعة في لبنان. كشف مستشار رئاسي فرنسي في الإليزي رفض الكشف عن اسمه لأساس على أن لبنان بخيار أمام أمرين لا مفر منهما أبدا. الخيار الأول هو جوهري يتمثل في اعتماد الخيار الثالث في مقام رئاسة الجمهورية، أنها الآلية العملية الوحيدة القادرة على إخراج الاستحقاق الجمهوري من متاهة الفراغ ودوامة التعطيل. تشدد المصادر عينها على أن الخيار الثالث لا يعني بالتالي مرشحا ثالثا محددا، حيث أنه يوجد شخصيات كثيرة تنطبق عليها هذه الصفة، وفرنسا ليس لديها اسم مفضل، وهي مع التوقف المفيد. الخيار الثاني وهو حتمي، يستند هذا الخيار بحسب المصدر الرئاسي القانوني الفرنسي إلى ضرورة تطبيق الدستور والقرارات الدولية التي تعد الانعكاس الدولي لوثيقة الطائف بطريقة صحيحة وغير ملتوية ولا اتفاقية في المرحلة المقبلة. أعطيت الأولوية للقرار 1701، وهو الذي أنتج المفهوم الاستقراري الناجح نسبيا
ونوعا ما على الرغم من كل الصعوبات طوال 17 عاما، لا سيما انه القرار الذي يرث ويكمل مهمة التحرير ولا يلغي مفاعيل اتفاقية الهدنة المبرمة في عام 1949 بين الدولة اللبنانية والجانب الإسرائيلي، حيث تستطيع الدولة اللبنانية إذا أرادت الاستفادة من ديباجة ونص المواد القانونية للقرار 1701 والوصول إلى بسط كامل للسلطة والسيادة الذي يعتبر بالتالي التطبيق الصحيح لاتفاق الطائف. بالمقابل يشدد مرجع سياسي فرنسي من المتوقع أن يكلف بحقيبة وزارية بارزة من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند أي تعديل وزاري وحكومي دوري مرتقب لأساس على أنه لا وجود ولا إمكانية ولا توجه لأي جائزة طردية للحزب وفريق الممانعة في النظام اللبناني السياسي ولا حتى في الاستحقاق الرئاسي. والآن ننتقل إلى ضيف الصحف، ينضم إلينا عبر تطبيق زوم مباشرة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ آسم أصير. صباح الخير لك أستاذ آسم. صباح الخير لحضرتك ولمشاهدينا الكرام. أستاذ آسم، بداية يعني السيد حسن فتح المفاوضات أمام الترسيم، باب الترسيم، ويمكن لأول مرة أنه في كلام جدي حول تحرير الأراضي المحتلة، ولكن أيضا قال أنه ما رح نتفاوض بأي شيء قبل ما توقف الحرب. هل نحن أمام تسوية جديدة فرضتها هذه الحرب؟ نعم صحيح، ما أشرت إليه دقيق جدا. سماحة السيد حسن فتح باب لما يمكن تسميته السيناريو اليوم الثاني بعد انتهاء الحرب، لأنه عادة بأي مفاوضات لا يتم البدء بالمفاوضات منذ اللحظة المباشرة، يكون هناك أوراق تحضيرية، سيناريوهات تقدم، تحضيرات لما هي النقاط التي يمكن تبحث، وهذا ما يجري اليوم سواء من خلال المبعوث الأمريكي أو من خلال بعض الجهات العربية والدولية والإقليمية. هناك بحث كثير. سماحة السيد ما فتحه أن هناك إمكانية، يعني الباب ليس مغفلا، وما هذا ما أشار إليه أيضا الرئيس نجيب ميقاتي أمس في حواره التلفزيوني، أن هناك إمكانية للتفاوض، لكن كل هذا لا يمكن الوصول إليه إلا بعد وقف الحرب في غزة، وطبعا بطبيعة الحال وقف الحرب على الجبهة الجنوبية. استاذ اسم، اسرائيل هددت عده مرات باغتيال قاده حماس وقدرت تنفذ اليوم تهديده واغتالت القائد صالح العروري، هل هذا المشهد سوف يتكرر؟ نعم، نحن امام مرحله الاغتيالات، وقبل يومين شهدنا اغتيال احد كبار قاده المقاومه في جنوب لبنان. نعم. هناك معلومات ان مسلسل الاغتيالات سيستمر ليس فقط في لبنان، في المنطقه كلها، كل كوادر المقاومة، قادة المقاومة سواء لبنانية فلسطينية عراقية يمنية حتى، ومسؤولين إيرانيين في لوائح الاغتيال الإسرائيلي وبدعم أمريكي أحيانا. لذلك أنا تقديري هذه مرحلة خطيرة جدا، لبنان إحدى أهم الساحات التي يمكن أن تحصل فيها اغتيالات، هناك تخوف من اغتيالات لقيادات إسلامية حتى خارج حزب الله وحماس، يعني أنا أتخوف جدا من كوادر إسلامية خصوصا المعنية بقوات الفجر التابعة للجماعة الإسلامية لأنها اليوم تشارك بالقتال، والشيخ صالح العروري كان على علاقة مهمة جدا مع الجماعة الإسلامية. موضوع الاغتيالات أمر جدي وخطير جدا، وعلينا أن نأخذ كل الحيطة بلبنان خصوصا، وطبعا إضافة للدول، بس كوننا موجودين في لبنان هذا الموضوع جدا خطير، والإسرائيلي لم يعد لديه ضوابط في عمليات الاغتيال، يعني خصوصا لمن هم يلعبون دورا في العمل المقاوم أو دعم المقاومة الفلسطينية أو لديهم علاقات مع قوى المقاومة. هناك بعض الأسماء من كوادر حماس اليوم، خصوصا من يمكن أن يتولى متابعة مهام الشيخ صالح العروري، موجودين على لوائح الاغتيالات، وهناك إعداد لملفات عنهم. أنا برأيي مرحلة جدا خطيرة وعلينا الحذر، لأن إسرائيل تعتبر هذه لحظة الانتقام بدأت وذهبت إلى المرحلة الثالثة من الحرب. طيب أستاذ آسم، هناك سؤال صراحة الكل عم يطرحه، أنه كيف عم بيقدروا يستهدفوا هذه القادة، يعني قادة من المقاومة الإسلامية وقادة من حماس، هل هناك خرق؟ هل هناك مخبرين بين قادة حماس وقادة من المقاومة؟ يعني كنت تقرأين مقال يمكن أظن للزميل أيمن جزيني. نعم. بموضوع اغتيال الشيخ صالح العروري، للأسف خلينا. نعم. نعترف أحيانا هناك أخطاء قد تكون لدى البعض، هي تكون بسيطة أو غير مهمة، لكن العدو الإسرائيلي يستغل هذه الأخطاء، مثل العودة إلى مكان مكشوف أمنيا،
أو استخدام الهاتف أحيانا، إضافة أننا اليوم أمام مرحلة حرب اسمها حرب التكنولوجيا، الحرب السيبرانية، حيث أن العدو الإسرائيلي مخترق الإنترنت، ونحن نعرف البرامج التي أعدها الإسرائيليون للكثير من الدول في العالم للتنصت على كل وسائل الإعلام، على كل وسائل التكنولوجيا. للأسف أحيانا، نظرا لأن طبيعة المعركة اليوم تختلف بالجنوب، أن كوادر المقاومة هم موجودون على الأرض اليوم، ليس فقط يعني الشهيد طويل هو من الذين لا يعني يتركون الأرض دائما بشكل دائم ويومي. يمكن البعض ظن أن هناك خط أحمر عند الإسرائيلي، وأن إسرائيل لا يريد الذهاب إلى تصعيد كبير. اليوم نحن، ما جرى مع الشهيد طويل وما جرى مع الشيخ صالح عاروري رسالة واضحة لكل قادة المقاومة، وهذا يتطلب الحذر، الانتباه. وهناك الآن تعميمات الكاميرات، الانترنت، التليفونات، معلومات. هناك حوالي يعني من 300 إلى 500 عميل تم كشفهم سابقا. هناك عملاء على الأرض يتم استغلالهم للأسف من خلال الفيسبوك، من خلال مواقع التواصل. نحن أمام حرب خطيرة جدا. إسرائيل كانت خائفة مما يسمى ردة الفعل. اليوم نحن في قلب المعركة، إسرائيل لم تأخذ بالاعتبار. نقصف لها قاعدة صفد، نقصف لها قاعدة ميرون، هي تتحمل هذا القصف. طبعا بحاجة لتصعيد في المواجهة، لكن إسرائيل الآن لم تعد لديها خطوط حمر، وهي تستغل كل التقنيات للوصول إلى كوادر وقادة المقاومة. استاذ قاسم، هناك خبير عسكري لبناني قال حتى الامس حزب الله لم يستخدم سوى 5% من قوته، وانه في صدد رفعها الى 10% بالايام المقبله. هل هذا الكلام صحيح؟ يعني الى حد الان الحزب ما استعمل كل قوته وكل صواريخه وكل اسلحته. يعني بعض قاده حزب الله والمقاومه استخدموا هذا التعبير، لان حزب الله يتدرج في خوض المعركه. امس طور تقنيات من خلال قصف قاعده صفد، وقبلها قاعدة الجرمة، قاعدة ميرون، لأن حزب الله يعتبر أن هذه المعركة ليست هي المعركة النهائية. نحن أمام خوف كبير، وعلينا كمان أن نحتاط لهذا الأمر، أن تذهب إسرائيل في لحظة ما سواء بموافقة أمريكية أو بغض نظر أمريكي إلى ما يمكن تسميته الحرب الموسعة، أو ما يسمى الأيام القتالية، من خلال استهداف أكبر عدد ممكن من القواعد، من المراكز، ليس فقط استهداف محدد. لذلك حزب الله يعتبر، حسب ما قاله المسؤولون في حزب الله وحسب ما أشار إليه هذا الخبير، نحن في بداية المعركة، لذلك يجب أن لا نضع كل قدراتنا وقواتنا، وأن نفاجئ العدو دائما، لأنه مثل ما حصل في غزة اليوم، يعني المعركة بدأت بمعركة طوفان الأقصى واستمرت إلى 3 أشهر، ودخلنا بالشهر الرابع اليوم. نحن أمام مرحلة طويلة المدى، حتى لو تم التوصل إلى اتفاقيات تسويات، إذا لم نصل إلى التسوية الكبرى، الحرب الكبرى ستقع في يوم من الأيام. نعم استاذ قاسم، اليوم في مقال قريته باحد الصحف انه رغم الرفض المصري المتكرر لتهجير الفلسطينيين الى مصر، ما زال الجانب الاسرائيلي يلتف ويقترح صيغا جديده للتهجير، ما معنى ذلك برايك؟ نعم صحيح، هناك عده وسائل لتهجير الفلسطينيين. هناك عرض لبعض الدول الافريقيه باستيعاب بعض الالاف من الفلسطينيين، هناك تشجيع للفلسطينيين من الخروج بغزه عبر تسهيلات معينه، هناك طبعا نقل من مناطق إلى مناطق حتى داخل غزة، مشروع التهجير من غزة إلى خارج غزة ومن الضفة إلى الأردن ومن شمال فلسطين إلى لبنان لا يزال موضوع. هناك قوانين الآن تدرس في داخل الكيان الصهيوني بسحب الجنسية الإسرائيلية من مواطنين أخذوا الجنسية الإسرائيلية بحكم كونهم في أراضي 48 ودفعهم لترك فلسطين المحتلة. المشروع التهجير الإسرائيلي هو مشروع استراتيجي، لأن أحد أهم مخاطر على إسرائيل هي الديموغرافيا، أن عدد الفلسطينيين في أراضي فلسطين التاريخية يزداد عن اليهود. نقطة ثانية، حسب بعض المعلومات أن ما كشفته إسرائيل عندما بدأت الحرب على غزة، أن ما في غزة اليوم هي يعني مدينة أخرى تحت الأرض، وهي تبنى بفضل جهود هؤلاء الفلسطينيين، هي لا تريد أن يبقى مكان صالح للسكن، حتى يمكن أخذهم إلى الخيام وإبقائهم في الصحاري إذا أمكن. وهناك كتاب للكاتب الجزائري وسيم الأعرج يقول، يعني العربي الأخير، يعني إسرائيل
لو كانت تستطيع أن لا تترك عربيا واحدا في كل المنطقة المحيطة بها، لن حتى مصر، أنا برأيي اليوم مصر والأردن ولبنان معرضون للخطر، لأن المشروع الإسرائيلي التوسعي لا يزال قائما إذا لم يتم ردعه بالمقاومة والمواجهة بكل الوسائل. إسرائيل، موضوع التهجير سيبقى قائما في ظل هذا التطرف الموجود في إسرائيل. نعم استاذ قاسم، سؤال اخير، بعد مرور اكثر من 72 ساعه على عمليه تهجير شاشات الاقلاع والوصول في مطار بيروت الدولي، تبين ان عمليه القرصنه حصلت عبر فرضيتين، الاولى اما بطريقه قرصنه كلمه المرور الباسورد لاحد الموظفين من داخل المطار من دون علمه لديه صلاحيه الدخول الى الشبكه الداخليه المطار، او عبر تجنيد شخص يعمل داخل المطار ربما احد الموظفين لديه الصلاحيه ايضا للولوج الى شبكات المطار. ما الهدف برايك من هذه القرصنه التي حصلت ومن وراء هذا الخرق؟ أولا قرصنة خطيرة جدا، وهي اعتداء على السيادة اللبنانية، وهي خرق للأمن الوطني والقومي اللبناني. طبعا يفترض الأجهزة الأمنية والمسؤولين في المطار يعرفوا، لأنه من قام بهذا العمل سواء عن يعني عدم عن جهل أو عدم أو إذا عن قصد وخدم العدو الإسرائيلي بهذه القرصنة هو يفترض أن يتم محاكمته. لكن الأخطر من القرصنة، وأن هذه النقطة مهمة جدا، للأسف أن هناك لبنانيين كانوا سعداء بهذه القرصنة واحتفلوا بها كأنهم انتصروا على حزب الله أو على الدولة اللبنانية. هذا اكتفاء بخرق إسرائيلي، حتى لو لم يكن الذي خرقه هو إسرائيلي بالجنسية، هناك هذا خرق للأمن اللبناني، لأن المطار ليس لجهة، ليس لطرف، هو لكل اللبنانيين. اللعب في أمن المطار يعني تخريب الأمن الوطني اللبناني، لذلك علينا الحذر جميعا أن نكون أن نحتفي أو أن نعتبر أو نستهزئ، لا، هناك مسؤولية ويجب المحاكمة سواء بوزارة الأشغال، وزارة الدفاع، الجيش اللبناني، كل من يعني بأمن المطار يجب أن يعني يتابع هذا الملف ويحاسب المسؤول، لأن هذا يمكن أن يصل إلى وزارة الدفاع، يمكن أن يصل إلى باقي الاتصالات، كما تحدث أمس يمكن عماد كردية أظن في مقابلة مع التلفزيون يوتيوبي، هذا خارق أمني، نحن أمام حرب سيبرانية إلكترونية توازي الحرب العسكرية والحرب الأمنية. نعم، الكاتب والمحلل السياسي أستاذ قاسم قصير، شكرا لك. مشاهدينا فاصل إعلاني ونعود مع حلقة جديدة من برنامج الحدث مع الزميلة سمر أبو خليل.